اليوم نرى الساحة الموصلية بدماء جديدة، دماء شبابية. ندعو من خلية الأزمة أن تجدد هذه الدماء بدوائر الدولة كي تنشط عملية تسهيل المهام وإدارة أمور دوائر الدولة من خلال الكفاءات الموجودة في المحافظة. محافظة نينوى لديها الكفاءات من الشباب، المزيد من هذه الكفاءات، الكثير من هذه الكفاءات التي تعمل وتعمل على نجاح محافظة نينوى. نحن لا نريد أن تزج خيط الأزمة بوجوه قديمة، نحن نريد تجديد هذه الدماء من خلال قاعدة المجرب لا يجرب في محافظة نينوى، كي يكون دور كبير للشباب كما كان لهم دور يوم أمس بعملية التنظيف، بعملية إعادة البسمة، بعملية إعادة محافظة نينوى إلى سابق عهدها. احنا اللي نطالب من خلية الأزمة من الأستاذ مزاحم الخياط أنه ينتبه على هاي الشغله، يعني ما نريد مدراء قدامى نفس ما اشتغلوا زمن العاقوب وقبله، يعني 15 سنه ما قدموا اي شيء ملموس على واقع الارض، يعني مشاريع وهميه. هاي الشوارع عندنا ما مبلطه وتفوت على المدن كانما فايت على يعني خراب في خراب، ماكو اي شيء. احنا الباحث كانوا شباب الموصل انه حمله يعني على التنظيف هاي، احنا نريد بنفس الوقت حمله يعني على الفاسدين وعلى المدراء اللي ما قدموا اي شيء. يعني 15 سنه المدراء كل شيء ما سووا، احنا نريد يعني شغل، نريد شيء ملموس، ما نريد مدراء يعني ما مقدمين اي شيء، وعلى يعني المدراء اللي يستلمون انهم شيء زين وما يعني ما يزجون الوجوه القديمه، احنا نريد وجوه جديده. نتمنى من خليه الازمه انه تطرح لنا ناس ذو خبره عاليه في هذا المجال، ونرجو من عندهم يعني ما يكون عندهم ضغوط سياسيه عليهم من جهات ما نسمي الاسامي، اللي هي معروفة بالموصل واللي هي مستلمة تقريبا أحداث الموصل ومشاكل الموصل هي اللي عاد تخلقها. ونرجو من عندهم، أكو عندنا شهادات وعندنا ناس كفوة بهاي المجال أن تشتغل بهذا الشغلة. وخلية الأزمة إحنا نرجو من عندها يعني، وأكرر رجائي لهم أنه ينتبهون هذا الشعب، الشعب تعبان مصايب يعني من مشكلة إلى مشكلة أخرى. إحنا كل ما هاي نجيب لنا واحد والله نجربه 4 سنين نرجع ورا سنة سنتين وهم يرجع نفس الحالة، فإحنا ما نريد هذا المجال. بهذا المجال أكو ناس كفوة، يعني مو بس هو خلق ما خلق الله غيره، أكو ناس كثيرة موجودة وتحب البلد وتحب محافظة تريد تشتغل محافظتها.